جديد في فير بلاي متواصلين حتى الخامسة. نستقبلوا ضيفنا الموالي باش يكون من باريس، نحكي على الغاء اليوم مجلة فرانس فوتبول جائزتها حول الكرة الذهبية 2020 الموسم الحالي. يعني موجود معنا بالتليفون زميلنا الإعلامي الموجود في باريس بدر الدين تناني. بدر أهلا بك. مساء الخير، اسلام ليك وكل مستمعي اكسبريس اف ام. شنو الامور خويا؟ لاباس؟ والله صافا الحمد لله. الحمد لله. دونك اليوم تفاجئنا بالخبر هذا والا ما كانش مفاجئ ابدا؟ تم تداول قبل؟ والله تفاجئنا وما تفاجئناش، خاطر لو كان نقراو اونتر لي ليني معناتها السيتياسيون اللي عايشينها تويكا نقولوا انه قرار معناتها منطقي، لانه تعرف البالون دور هي معناتها لونسومبل تاع مجهود سيزون كامله. نعرف انه اثناء كان هناك اورو 2020 اللي كان معناتها ينجم ياثر على اللي صوتوا من اجل معناتها شكون الفائز في الكره الذهبيه. ما ننساوش هناك الالعاب الاولمبيه اللي كانت تنطلق معناتها نورمالمون في اخر الجمعه هذيا. البطولات اللي ثم اللي كملت ثم اللي وقفت معناتها ما ثماش هناك معادله، حتى كان نقولوا سنه ثم بالوندور معناتها حتى الفوت ماهوش باش يكون صحيح. معناتها نتصوروا نحن لو كان امم اوروبا فاز بها المنتخب الفرنسي وقت يولي امبابي عنده شانس باش يفوز بالكره الذهبيه والبي جي يمشي بعيد في في الشامبيونز ليغ. نعرفوا انه نيمار باش يشارك مع المنتخب البرازيلي في العاب طوكيو وهو حامل اللقب ينجم ياثر. لكن انا حسب اعتقادي انه فينانسيرمون مجله فرانس فوتبول عندها مشاكل ماليه كبيره وكبيره برشا. نعرفوا انه كانت البالون دور في السنوات الاخيره اسوسيه معناتها للفيفا، لكن بعد خرجت من الفيفا ورجعت لفرانس فوتبول ومجله فرانس فوتبول وليكيب اللي هي مجله ورقيه وجريده ورقيه. تعرف انه هناك ازمه في العالم تويكا بالنسبه معناتها للسيبور هذوما، كل شيء ولا ديجيتال. الموقع تاع البيب اثناء في غياب الاحداث الرياضيه، وتعرفوا البالون دور تتكلف برشا. عملناه الحفل صار في الجرون بالي بالنسبه اللي يعرف معناتها باريس. الجرون بالي اللوكاسيون تاعو غاليه، ليزانفيتي ليزوتيل باش تكري معناتها السيارات الفخمه معناتها بور ليزانفيتي، ثم مصروف كبير اللي جريده اللي مجله فرانس فوتبول ما عادش تتحمله معناتها برشا. وسمعنا انه هناك قطريين حبوا يشريوا فرانس فوتبول وليكيب من بعد ولات هناك مشاكل. باش يقول لك قطر تسيطر على باريس سان جيرمان، قناه بين سبور في فرنسا، الاعلام الرياضي معناتها باش يولي معناتها برشا كلام. هذاك خيره علاش الانسحاب. لكن انا اقول لك اسلام انه مشاكل ماليه اكثر منها معناتها احداث رياضيه. اي يمكن ان نفهم بدل كي تقول لي مشاكل ماليه، لكن تقول لي الغاء مثلا العاب مثلا اليورو والالعاب الاولمبيه، معناتها فما بطولات كملت. مثلا انا نعطيك مثلا لاعبيه سناء كيما ليفاندوفسكي سيد هداف تشامبيونز ليغ، هداف بطوله المانيا، كيف بنزيما اللي تقريبا احسن سيزون ليه سناء مع ريال. لاعبيه نجم نقولوا حرمتهم من فرصتهم سناء انهم ينافسوا معناه. صحيح كلامك صحيح، لكن تعرف العام اللي تبدا فيه كاس العالم ولا كاس امم اوروبا البالون دور تبدا عندها قيمه خير. معناتها شفنا نحن في 2018 مودريتش رغم اللي ما فازش بكاس العالم وصوله للدور النهائي وتتويجه مع ريال مدريد بالشامبيونز ليج كان عليها تاثير، والارقام اللي حققها معناتها مودريتش كانت خير من كريستيانو وميسي تحصل على البالون دور. لكن انا اقول الاكثريه معناتها ليفينمون الكبير اللي كان باش يصير السنه هو لورو 2020 اللي ان شاء الله يصير العام الجاي، ومع المصاعب الماليه اللي عند معناتها فرنسا فوتبول خلاو السنه معناتها يعملوا الترتيحه حتى يرجعوا في 2021 ويكون حفل معناتها ويكون الفوت معناتها لوجيك، لانه عندك زوج لاعبين نجوم يلعبوا
في الدوري الفرنسي، الدوري الفرنسي توقف معناتها ما كملش، ينجم يكون عنده تاثير زاد. هما خاطر حكاوا على التأثير على تكافؤ الفرص، معناها الوحيد اللي ما كملتش بطوله فرنسا، ونعرف فرنسا فوتبول الفرنسي نجم يكون هذا عامل حاسم جدا ومؤثر جدا، معناها بطولات البقيه الكل كملوا معناها. صحيح، والفرنسيين الكل يستنى وقتاش كيليان امبابي يفوز معناتها بالكره الذهبيه. صحيح مازال الكارير قدامه، لكن يحبوا انه يكون هذا معناتها من بين اصغر اللاعبين اللي يفوز بالكره الذهبيه هنا في فرنسا. وتعرف انت كي في مجله تنظم معناتها مسابقه بالكبر هذا، نعرفوا انه لو بالون دور من عام 56، دونك كيفوز بها لاعب فرنسي تكون عندها قيمه كبير، معناتها كما فاز بها قبل بلاتيني وزيدان، دونك تبدا عندها ايفينمون سبيسيال وتعطي وتطلع في الكوتا نتاع الدوري الفرنسي. انت متابع قريب غادي بدر الدين، كيفاش كانت اليوم لي رياكسيون، كيفاش كانوا اليوم سواء من وسائل الاعلام ولا حتى من العباد معناها غادي؟ والله هو الاخبار خرج ما بين معناتها منتصف النهار والساعه الواحده معناتها، وليزيميسيون سبورتيف مازالوا ما بداوش معناتها، يبداو من السبعه نتاع العشيه. نعرف تويك نحن في عطله صيفيه ما فماش بوكو ديميسيون سبورتيف باش نسمعوا الكريتيك نتاع معناتها لاعبين الكبار ولاعبين معناتها القدم، لكن في المجمل انه هناك معناتها مفاجاه انه البالون دور السنة فاجأ معناتها الملاحظين الكل، لكن كما قلت لك من الاول لو كان نقراو اونتر ليليني هي مصاعب ماليه اكثر منها معناتها احداث رياضيه. انت في رايك بدر الدين شكون كان يستاهلها تو الى حد الان لو كان كملت وكان معناتها كانت بصوره طبيعيه ما وقعش الغائها معناها؟ والله بون باش نقول لك ليفربول لاعب من لاعبي ليفربول، لانه يعني ليفربول عنده 30 سنه ما فيش بالدوري، لكن خرج من الشامبيونز ليج وما عادش هو بطل اوروبا، لكن حتى ما شفناه ملي رجعوا الدوريات انه كريم بنزيما عنده شانس السنه باش يفوز بالبطوله بالكره الذهبيه في انتظار مباراه صعبه اللي تستنى في الريال ضد السيتي. معناتها اذا كان يوصل ريال مدريد يترشح للدور ربع نهائي ممكن يكون عنده شانس كبيره باش يلعب الفاينل، وممكن ترفع من حظوظ كريم معناتها بنزيما، لانه معناتها شفنا هو اللي كان سبب في فوز ريال مدريد باللقب السنه. صحيح، يعطيك الصحه بدر الدين الثناني على كل هذه التفاصيل اللي مديتنا بها حول الغاء اليوم جائزه فرانس فوتبول 2020. كنت اكتشفت لنا كل الكواليس، اكيد الاسباب ممكن تكون ماديه بسبب تاثر المجله الفرنسيه بسبب كوفيد 19. على كل موسيقى بعد مواصلين في فير بلاي حتى للخمسه.